دلوقتي يجي ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة. أهمها تنظيم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لورشة عمل عن رفع كفاءة القطاع والتحكم في تكاليف الإنتاج. كمان النهاردة هيتم إطلاق الملتقى الثالث حول تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، وفي أيضا 8 مباريات قوية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية هتنظم ورشة عمل بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل لمناقشة رفع كفاءة القطاع والتحكم في تكاليف الإنتاج وتذليل التحديات اللي بتعوق استفادة القطاع من فرص رفع كفاءة الموارد، وده في إطار تنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27. النهاردة هتنطلق فعاليات مؤتمر السلوك الأخضر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. هيشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والخبراء والمهتمين بشؤون البيئة والتغيرات المناخية من داخل وخارج قطاع الطيران المدني والوكالة اليابانية الجايكا. النهاردة هينظم معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث فعاليات الملتقى الثالث لبحث تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي. الملتقى هيتناول الخريطة المحصولية وإنتاجيتها في ظل التغيرات المناخية. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. هيلتقي إي سي ميلان الإيطالي مع تشيلسي الإنجليزي الساعة 9، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من شاختار دونسك الأوكراني مع ريال مدريد الأسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي.